نتواجدوا اليوم بمائدة الرحمن اللي العمر ديالها 18 سنة، بدات بمجموعة ديال الشباب اللي كيف ما تتشوفوا اللي هما يخدموا وتيعاونوا هذه العمليه هذه. تنستقبلوا تقريبا 350 صائم اللي تيفطروا عندنا داخل النادي. الدعم ديال هاد مائده الرحمن هو من مجموعه ديال الاصدقاء الكشاف، ومن التعاون ديال كشف النساء المغرب، ومن فريق خدمه وتنميه المجتمع. الوجبات تتوجد لنا المجموعه ديال الخدمه وتنميه المجتمع اللي تتكون عباره عن الحريره، القهوه، اتاي، البيض، الفرماج، ومشتقات الفطور ديال مائده الرحمن. من السن ديال 12 ولا 13 سنه وانا هنايا، ملي كنت كشاف حتى رجعت مندوب ديال هذا الفرع هذا، ترجعت قايل الجهه. في الحقيقه هاد السنه الحميده اللي كينهجها الفرع، وهو انه سنويا كيدير واحد لما كيجتمعوا فيها القدماء ديال المنظمه، اللي كنعتبروهم هما اللي كاردفو ديال المنظمه، كنذكروا في المستقبل ديالها، كنجلسوا مع الشباب ديال المنظمه باش كيعرفوا التوجه وكيشوفوا شويه ديال التاريخ ديال الفرع ديالهم ويزيدوا يعتزوا به، لانه هذا الفرع هذا كان هو المنار، الى صح التعبير هو المنار ديال الحركه الكشفيه، وما نبالغش الا قلت المنار ديال الحركه الكشفيه في المغرب، لا بالناس اللي خرج ولا بالناس اللي ولا بالبرامج اللي كانت كدار فيه. والدليل وهو ان واحد العدد خريجين حنا كنسميوه الجامعه ديال الكنسوس، يعني خريجين ديال هذا المهلك الحمد لله متبوئين مسؤوليات كبيره لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. هنا كتواجدوا معنا في مائده الرحمن اللي عندها 18 سنه وهي كاينه. من بين المهام اللي عندي انايا في داخل الفرع كاحضار الخبز، الطاجاج من احد المخابز، وكذلك من بين المهام هي تحضير الاطباق للناس لعابر السبيل. وشكرا. الكشفيه هي مبادئ كتعلم الاطفال بزاف ديال الحوايج، هي انضباط، معاملة، نصائح، وخصو يكون يعرف كيفاش يصايب المستقبل ديالو. والجمعية أساسية لأي شاب وأي طفل وأي شي واحد اللي بغى يجي لهذه المنظمة، لأنها رباتنا كبرتنا وعلمتنا وخلتنا نصايبوا على راسنا بأننا نكونوا قدوة لصالح العام. بعد توزيع فطار الصائم، ومن بعد ما سالوا الناس من الفطور، المتطوعين تيجلسوا باش غادي يفطروا. تحيه لكم، ونتمنوا نضلوا في العمل التطوعي. بالصحه والراحه.